في تركيا هناك شركة عالمية تزاول فعالياتها بصمت منذ عام 1987، مؤسسة برأس مال تركي 100%، ذات مكانة رفيعة في مجالها بفضل الاستثمارات التي قامت بها. تقدم خدماتها في 4 قارات، غير متمسكة بأي قيود تعيق مسيرتها في التطور والتقدم إلى الأمام. مؤسسة تقدم خدمات تكنولوجية مستقبلية. الحلقة الأكثر سلامة في زنجير البرودة ترمو ديزاين. تهدف في القيام فوق مساحة مغلقة قدرها 1000 متر مربع بتقديم الأفضل في جميع المراحل التي تبدأ من مرحلة البحث والتطوير إلى الإنتاج، من المونتاج إلى الخدمات التالية لمرحلة ما بعد البيع. في الحين الذي تقوم فيه بتقديم خدماتها في كافة حلقات زنجير التبريد بما فيها مراحل إنتاج الأغذية والتشغيل، تقوم بفعالياتها الهادفة إلى قطع مراحل كبيرة في طريق خلق الماكينة الأكثر أهمية في مجال سلامة الأغذية في داخل البلاد وخارجها. تحرص ترمو ديزاين على إبداع الحساسية والاستمرار في الفعاليات الخاصة بأعمالها المتعلقة بشهادة اعتماد الإنتاج وجودة الخدمات. قامت بخطو خطوات مهمة في مجال التصدير، وتمكنت من اكتساب مكانة رفيعة في مجال المبيعات إلى الدول الأوروبية، الآسيوية، الأفريقية والعربية. بفضل أعمال التصدير التي تقوم بها ترمو ديزاين اليوم إلى 4 قارات والخدمات المستمرة على مدى 24 ساعة في 100 مقاتل في 12 دولة، وحرصها على الحصول على امتنان زبائنها في المرحلة التالية بعملية البيع وإدراكها للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها، فحرصها على ترجيح الماركات العالية الموثوقية المترافقة مع اسمها ومكانتها في الأجهزة التي تقوم بتصنيعها وتطويرها. في الأجهزة ترمو ديزاين المصممة بتجهيزات وتصميم حراري عالي الجودة، يتم توفير مستوى عالي من الطاقة وتوفير أعلى مستوى من الكفاءة والأداء وأقل مستوى من الإزعاج. مثلما قام المئات من أصدقائنا المدركين لأهمية امتلاك منتجات ترمو ديزاين صاحبة أعلى مستوى من الجودة والتكنولوجيا والكوادر الفنية الخبيرة، شبكات الخدمة الواسعة ومفهوم تقديم الخدمة، ندعوكم أنتم أيضا من أجل اكتساب حاكمية التبريد. ترمو ديزاين، الحلقة الأكثر أمانا في سلسلة التبريد.